السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ازي حضرتك يا مصطفى؟ طيب الحمد لله. انا عندي سؤال وطلب. اتفضل. السؤال هو انا دلوقتي طالب في الثانوية العامة. ايه. وانت كما تعلم عن الفترة ديت يعني تحتاج الى جد واجتهاد. طيب. لان خلاص مقبل على الامتحانات وكده يعني. الله يوفقك وذريتنا وذريات المسلمين يا رب. المسلمين والمسلمات. انا حاسس ان انا مبتلى مش عارف اذاكر خالص، حاسس ان انا مجبر على كده، وحاسس ان انا روحي مقفول على ارقي نفسك ارقي نفسك واذكر الله. ارقي نفسك؟ نعم. بالمعوذتين مع قل هو الله احد 3 مرات، وامسح راسك كده وطلع اي عفريت من جسمك 3 مرات مع الدعاء. من شر حاسد اذا حسد. خلاص حبيبنا. نعم.